هندك جارة يا شيء بوي مروف مثلا بلي بسد ديوانة كده خلقه كي هاي يهافت يا مثلا مروفي دي شاتوي ديوانة ده يعني دي بيني في مروفة بو رنجة كده وشكلة كده نها ما ماي ايك رنج با ما دي بوش خوكي هاد سي رنجك يي باقش با ما دي بوش خوكي ها يعني دي بي شكلي بي بيني فاقي في دجال يكي يعني مقصد ما بي مروف لا يخ باقش بيت حتى مثلا جارك يسحباتك للسرماء ام شو ني جهه كي بتشيك مربو وقلت لي ورنا نافتا زيده ديار اجي ازقل جد بجم بوتا زيا وقت تمشنات نافدا يعني بري هنجي وقت مثلا فيون دي بمد تذكرن ان بجم بابو ظلامك مالي يا مسؤول شمالي بر برسش مالي كاكيا او بلال قلمه باغويت اني كي تكليف كتن شنو كا اكيد قال ما دابت يمال بخو حتى دومايك يوم شمنا تاج الكاسينا كاين واجب بك اخفنا كا خيريه در راحت يك ابو خدان التازي ومال تشيت بيتن احتمال يعني شو لك سهل جنينه يا يا بوستيانه بس با ام بجا خيرك شنو منطقه كا منطقه شارعة واشرنا تشي كيريبون بشي كيف دار بوش باجري تقنو حتى مجشنوي شبكه بارام بچيك كي واي مري قالك محتاج اخذنا بچيك سي شهر صالي امل هول ترينشتينا ورا خدي ظلام عندك ترينشتينا مش نف هون داز بينك اخفت مهات مجورا ظلام تدا ولا سكن مش هم يا اك بش مبرب سيد اخرات يسر چاوا ودس بك را خفت شنو خاري امرو بالجلمان قلت والله فعلا عندك مروف يعني قالك دجالا وقالك يعني اكيد بيجن نفاق الدفع ما قلت بوتشي قلت وقتي اف مروفهات يا الصلال هات يا السري قلت يد بشتاو كت اغويت قلت ماجي قلت فلان كاسة قلت انو كابت اتناف مادا على اساس بحسي من انو كابت دخو باقين اتناف مادا قلت سبحان الله سبحان الله بوندك مروفا قلت وقتي تو هاتي بجور كاتي وش هم يا او بيش تبع ربنا وسعيد الكلام كسيدا هي يعني لوت بيش مروف بلا دجال ينكت مروف يصافي بيت ايكش نشانه مروف يعني الدجال تشته ما خوب كايك خو باقش بك خاص برامبر بالسرمان برامبر نبيش كرام برامبر اهل الدعوه وخيري بس نفاق بك ايك تمز قفتي بس تشافيل بالسرمان كاكيد درسك يخينيتن كيد تشبيشتن كيد دو كلمه بشته كدو جبيرنا كان خودي مفمرنا هاي ومفمرنيجي مفرقة إما إلى النار أو إما إلى الجنة يعني آن أقرأ حتى يانجي بحشتة حتى